بن عبد العزيز الذي سلم كأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله نيابة عن أبناء وأنجال الملك فهد بن عبد العزيز. حياك الله سمو الأمير ورحب فيك اليوم في ميدان المؤسس ميدان الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا، وأولا نبارك الذي فاز بكأس الملك فهد. طبيعة الحال يعني دائما هذه المسابقات ما في شك أنها من جميع النواحي أعتقد أنها ممتازة جدا، وهي الحقيقة الخيل و الفروسية كلها من عاداتنا وتقاليدنا أبائنا وأجدادنا في المملكة العربية السعودية. طبيعة الحال يعني على الكسان على ملوكنا رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته، أعتقد أن هذا وفى لما قدموه للمملكة العربية السعودية وما قدموه للعالم العربي والعالمين العربي والإسلامي، ودائما سيرتهم العطرة ولله الحمد. والآن يتولى قيادة المملكة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي سوف يتابعون نفس الخطى وتكون إن شاء الله تطورات كبرى في هذا المجال. فأنا أقول حنا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد سعداء بملوكنا وسعداء بالإنجازات التي تحققت في هذا المجال وفي مجالات كثيرة جدا. سمو الأمير الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله له أفضال كثيرة على أمتين العربية والإسلامية وكذلك على وطنه وأبناء شعبه، وأيضا اهتمامه الله يغفر له ويرحمه أيضا بالخيل سواء في التنهات أو أيضا في مزرعته في خزام الله يغفر له. هو دائما محب لهذه الفروسية دائما في ذهنه وبالي، والحقيقة من يوم كان من وقت الملك عبد العزيز رحمه الله وهو خيال معروف، وكان دائما يمارس رياضة ركوب الخيل من الصغر، وحتى رحمه الله حتى قبل وفاته وكان دائما مهتم في هذه، واعتقد انه طورها تطوير المنشآت السباقات الداخلية والخارجية. فنقول دائما وابدا التطور عندنا في الفروسية وغيرها من المجالات اعتقد والله الحمد رأيناه ورآه العالم اجمع. سمو الأمير احنا نشكر وجودك اليوم معنا ونشكر كل أبناء الملك فهد بن عبد العزيز على هذا التواجد في كل عام. احنا اليوم في النسخة الخامسة ولله الحمد، واليوم أنتم تتشرفون بأن تسلمون أيضا الكأس نيابة عن أخوانك أصحاب السمو الملكي الأمراء أبناء الملك فهد بن عبد العزيز. والله هذا شرف كبير لي أني أقدم كأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وهذا حقيقة شرف لنا جميعا. وإن شاء الله دائما في المملكة العربية السعودية دائما نلتقي على المحبة والخير إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام.